كيف يمكن أن يكون التنوع نقمة أو نعمة؟ التنوع نقمة أم نعمة؟ الأصل في التنوع والاختلاف هو سنة من السنن الكونية، فصدام السنن غالبا ما يأتي بكوارث، يعني صدام مع سنة كونية يعني في لون أبيض وأحمر، في شمس وفي شمس وقمر، في ليل ونهار، لو طلع إنسان لك الليل دي مزعج فينبغي نحن يعني ندمر الأمر وننتهي من نحاول نوقف هذه الظاهرة. طبعا لن نغلق باب الأمل ممكن ينجح، لكن أعتقد الكوارث اللي تنتج عنها في الكون مذهلة يعني ومخيفة جدا. فالنعم والاختلاف هو أصل كوني حتى في البشر، يعني الله يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولزلنا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله خلقهم في أحد تفسير الغائية والاختلاف، الجنس الأبيض، البشرة البيضاء والبشرة السوداء، البشرة الصفراء، تزوج بينهما طلع الملونين في أفريقيا. كل هذا التنوع يعطي الحياة زخم ومعنى. إذا احنا الأكناس واللهجات والطبائع والثقافات المتنوعة، التنوع في حد ذاته هو سنة كونية، إذا احنا اعتبرناها قوة، عالم أفكارنا تأكد أنها قوة، يبدأ ينتج عالم أفكار وعالم مشاريع وعالم علاقات تقول أنها قوة، وبالتالي يستثمر اللغة المختلفة في إصراء المعرفي، هيستخدم الألوان المختلفة في إصراء الفني والثقافة، هيستخدم كل ما أتيح في إطار بناء مجتمعات قوية ومتنوعة، يسعى بالتنوع. لكن إذا جي إنسان إيديولوجي ومغرق في الإيديولوجي واعتبر أن وجود في دولة من الدول أجناس أخرى هو يهدد الهوية الوطنية، تبدأ يسن قوانين عنصرية، تبدأ تجد إجراءات متعسفة، يبدأ الشارع يتأثر بهذا السلوك، تجد مجتمع متطاحن متصارع. فقوة أو ضعف هو بمقدار رؤيتنا نحن هو قوة ولا ضعف. إذا انطلقت أنا أن الأستاذ أحمد جميل وكويس وإنسان خلوق، أكيد أقول له صباح الخير الصبح، لكن لا ما تسلمش عليه ما تكلموش، ممكن أخذ الشارع الذي لا يمر فيه. فهو العامل في جزء نفسي وأيضا في جزء كوني، فإذا التاقت المشاعر مع السنة الكونية يمكن نخرج عالم مبدع جداً.